أخبار اليوم. الجزء الثاني، الجزء الثاني اقوى بكتير من الجزء الاولاني. بس يا رب الناس ما تكرهنيش في الجزء الثاني، لان الجزء الثاني فيه يعني روح يعني بتنتقم فعلا بقى، بس اصعب بكتير اداء من الاولاني. انا متاكده ان شاء الله باذن الله ان هو هيلاقي نفس النجاح ويمكن اكتر شويه. هو والله استاذ اكرم فريد والام بي سي هم اللي قالوا اوريدي 60 حلقه، واحنا صورنا 60 حلقه كلها على بعضها وخلصناهم، وعلشان كده ال30 موجودين وخلصين وهيتعرضوا في اي وقت. بس انا ما اعرفش سبب تاخير يعني عرض الجزء الثاني ايه. يمكن الناس كانت حابة ان هي تشوف الجزء الاولاني المرة التانية، يمكن كانوا حابين ان هم يعرضوه قبل رمضان، مش عارفة الحقيقة. دي حاجات انتاجية، حاجات اخراجية ماليش دعوة بيها، بس كل اللي يهمني ان الناس يحبها، يحبوا المسلسل وما يقفوش مني وما يكرهوني. الاجزاء الثالث والرابع ان شاء الله هنبتدي فيه بعد العيد ان شاء الله. في الحقيقة أنا لما دخلت التصوير ما كنتش عارفة أن في عدسات، ما كنتش عارفة أن في دم. كنت مذاكرة مع نفسي أن أنا تحويل الشخصية من شخصية روح للشخصية الملبوسة، كنت مذاكرها وعملتها في حاجات كتيرة قوي من غير العدسات. طبعا موضوع العدسات كان فكرة أستاذ أكرم فريد، وعايزة أقولك أنها كانت فكرة هايلة وساعدتني اكتر. بس فعلا هي كانت متعبة لان العدسة تخينة جدا، وخصوصا لما بتحطي الدم فالعدسة بتلزق اكتر، فلازم احط ضفري تحت العدسة عشان اطلعها. ما اقدرش احطها في عيني اكتر من 15 دقايق لان بعد كده عينيا بتوجعني، لان كل تمثيلي بعناية فعضلات عيني كانت بتوجعني عشان العدسة تخينة قوي عليها يعني. بس كان ليها دور كبير في رعب المشاهد يعني. أول ما عرفت أن أستاذ أكرم فريد هو المخرج فأنا مخفتش خالص، لأني أنا بثق في هذا المخرج وبعتبره من أبرز وأروع المخرجين الموجودين، واشتغلت معه قبل كده في نظرية عمتي، سعيت جدا بالشغل معاه، في كيمياء بيني وبينه، بنفهم بعض من العينين، واحنا كمان اصدقاء، ومراته شايفاها انها قدت دور قوي جدا. يمكن ما كان لهاش الحظ انها تقدمه قبل كده في ادوار تانية، فبقول لها مبروك ان انت يعني عملتي الدور ده حلو قوي قوي قوي، وان شاء الله باذن الله في الاجزاء اللي هنصورها انا متاكده ان هي هتعمله بطريقه مختلفه زي ما انا هعمله كمان بطريقه مختلفه في الجزء الثالث والرابع. اما بالنسبه لفكره ان الرعب، انا من محبي افلام الرعب يعني، انا بحب اتفرج على افلام الرعب من وانا صغيره. عمري ما شفت فيلم رعب مصري خلاني احس ان احنا ممكن نعمل حاجه زي كده. يمكن الفيلم الوحيد اللي انا اتفرجت عليه وكنت يعني مبسوطه شويه هو كان الانس والجن بتاع الاستاذ عادل امام ومدام يسرى. بس انا كنت واثقه في مخرجي، كنت واثقه في شركه الانتاج، وكنت واثقه في الجرافيك، فكنت حاسه ان انا في يد يمين، في ايد امينه يعني. استاذ اكرم اولا مشروعه بتاع تخرجه كان يدرس وده عن لسان الاستاذ وحيد حامد،
ما خدش فرصته ان هو يثبت امكانياته. لا شركة محترمة ثقت يعني، وثقت فيه وديت له الفرصة دي، فهو اثبت ان هو ممكن ان هو يعمل حاجات محدش عملها قبل كده. عايزة اقول لك ان هو في وسط الشط بيخترع حاجات مش موجودة في السيناريو، بتخدم الشخصية جدا والدور، مش ليا انا لوحدي يعني، ليا انا ودياب وعاطف وتاتيانا وحتى الاستاذة مها وعوف، مدام سوسن بدر، الاستاذ صلاح صلاح عبد الله. هو ليه رؤية أنا بحس بيها، أو بحس إن هو عايز مني إيه، وحتى لما بيعوز مني حاجة معينة أنا ببقى شايفاها حاجة تانية، هو بيجي يتكلم معايا فيها في وداني، فعلى طول بفهمها. وأنا شايفة إن إحنا لازم ندي فرصة لكل الناس انها تعمل حاجات مختلفة. يمكن اكرم ده اول مسلسل يعمله ولقى هذا النجاح الكبير اللي هو في تاريخ الـ MBC واعلى نسبة مشاهدة. بقول له مبروك جدا وسعيدة ان ده كان معاه اصلا النجاح ده. وبعدين تقريبا كل المسلسلات دلوقتي بتتصور سينما، يعني أنا اشتغلت كذا مسلسل من بعد دوران شبرا، كذا مسلسل اشتغلته كان المخرجين كانوا بيصوروا سينما تقريبا، مش فيديو. هو أنا أصلا سينمائية يعني، أنا ابتديت سينما مع الأستاذ خالد يوسف، وكنت بعمل سينما وكنت بعمل فيديو في نفس الوقت يعني. في دوران شبرا والشوارع الخلفية أنا كان ليا فيلم في العيد الصغير والعيد الكبير، في حكاية بنات وسيدنا السيد والمنتقم كان ليا فيلم في العيد الصغير والعيد الكبير. يمكن ساحرة الجنوب أخدتني شوية من السينما علشان كانت محتاجة مذاكرة كتير وكانت محتاجة مجهود كتير. أنا كنت بشتغل يا دوبك يعني، كنت بشتغل شغل ما يتحملوش بشر، لدرجة إن أنا عييت جامد وسافرت وعملت عمليات وكنت باخد أنتبيوتكس بس برضه كنت مصممة إن أنا أكمل بهذا الـ يعني بهذه الطريقة حتى وأنا تعبانة وما حسش المشاهد إن أنا تعبانة ولا أي حاجة. ولعلمكم التعب ده خدم شخصية جدا، لأن الشخصية الملبوسة دايما ممقوتة وتعبانة ومش في صحتها، وخسيت جدا. وفعلا الشخصية الملبوسة ما بتاكلش، حتى ما تلاقوليش ولا مشهد باكل. فده خدمني بصراحة، العيا ده خدمني في الدور. احنا ما بنتكلمش على حاجة مش موجودة، احنا بنتكلم على حاجة موجودة يعني. فكرة اللبس ولبس وفكرة الأرواح وفكرة الجن، الكلام ده موجود ومذكور في القرآن. بخيتة دي موجودة في الصعيد فعلا، روح دي موجودة في الصعيد فعلا. يمكن هي حاجة السينما ما حاولتش تتكلم عنها، بس احنا حبينا نتكلم عنها لانها فعلا موجودة. البارعة سماح الحريري ما بتكتبش حاجة مش موجودة ومش متأكدة منها، فالكلام ده موجود والكلام ده حقيقي عندنا وعند غيرنا وفي كل البلاد، بس احنا عمرنا ما اتكلمنا عنه. فالحمد لله ان احنا كنا اول ناس نتكلم عن الشعب المصري. لا انا ما احبش اقول ان الشعب المصري بيحب السحر والشعوذة، احنا الشعب المصري ده شعب متدين جدا، والسحر ده حاجة يعتبر كفر. مسلسلنا ملوش علاقة بالسحر، مسلسلنا يعتبر ان انا اتلبست بساحر. ما احبش اقول ان الشعب المصري ان هو يعني هو بيؤمن طبعا، لان ده موجود في القرآن، بس الشعب المصري شعب متدين، شعب بيحب دينه جدا. ان يمكن بعض من الناس يعملوا الحاجات دي، وهتلاقيها دايما حاجات تافهة يعني، اللي هي يعني جوزي ما يبصش لحد غيري، جوزي او يشوف اي ست عقربة او يعني حاجات كده يعني. بس احنا مش من الشعوب اللي هي بالنسبة لها السحر حاجة مهمة قوي يعني، بس في الصعيد ده موجود فعلا. وبعدين الليث الحافي ده
موجود برضو فعلا في الصعيد.